اما القصر يا اما الهانم يا طريف، انما تطلع من المولد بلا حمص لا لا لا. انا مش نبهت عليك ما تجيش في اوقات زي دي؟ في ايه؟ حاجة حصلت؟ حاجات. ايوه في ايه؟ يعني ايه؟ انا جاي عشان اقول لك حاجة مهمة قوي. ما تقول وتخلص. انا هقول واخلص عشان اخلص من اللي جوايا. انا بحبك وعايز اتجوزك يا شيرين. يا نهار اسود. اسود ليه؟ انت جاي اخر الليل تقول لي نكتة؟ لا مش نكتة. عموما اشكرك انك انت جيت تضحكني اخر الليل. يلا يلا روح نام واستريح بدل ما انت ضايع كده وسكران. انا مش سكران ومش ضايع، انا بحبك يا شيرين وعاوز اتجوزك. يعني انت جاي لي هنا الليله دي في بيتي علشان تطلب ايدي؟ لا مش ايدك بس، انا هطلبك كلك على بعضك. مصدقك؟ احنا نعرف بعض من زمان، وبصراحه مش هلاقي عرض احقر من كده. يعني بترفضيني يا شيرين؟ الرفض والقبول ده لما يبقى العرض جاي من حد وانت مش حد. امال انا ايه؟ هو فين؟ نشأة كان حطوه فين؟ اللي هو ايه؟ ده ما حدش استخدمه من يوم ما نشأة ضرب نار على حد كان بيحاول بس يتفرج عليا وانا قاعدة في الجنينة. انت هتعمل ايه؟ هقتلك. طب ليه؟ ماله طريف مش بني ادم؟ لا مش بني ادم. شيرين زاهي زركش مش طريف اللي يطلب ايدها. ليه؟ 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 ماما في ايه؟ ها؟ انت بتعملي ايه؟ المجنون عاوز يتجوزني.